صباح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة، وشديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وكمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا عن حالة الطقس النهاردة والأمطار وكمان حركة الملاحة في البحر الأبيض المتوسط والأحمر كمان. احنا طبعا اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه. تاثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل المرتفع الجوي على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار. كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فبتساعد على احساسنا بارتفاع درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهره الكبرى ترتفع بحوالي درجه عن الامس، لان العظمى متوقع تكون 22 درجه مئويه، فاحنا احساسنا بالطقس خلال فتره النهار هو معتدل الحرارة على أغلب المناطق الشمالية، مائل للدفء على المناطق الجمهورية خلال فترة النهار، على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار خاصة مع سطوع أشعة الشمس، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ. أجواء باردة إلى شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، يمكن كمان خلال فترات الليل بعض المناطق من وسط سيناء نتيجة انخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات بتتكون الصقيع على المزروعات، فإحنا عاوزين ناخد بالنا من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل. بالإضافة كمان مع وجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا بتتكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي شبورة مائية كثيفة، يعني بتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، فمهم جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق ناخد بالنا، تبقى القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور أثناء تكون الشبورة المائية اللي بيكون معادها في ساعات الليل المتأخر وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس. يمكن اليوم هي كثيفة على أغلب الطرق الزراعية، متوقع استمرار كثافة الشبورة المائية خلال الأيام القادمة. بالإضافة كمان إن احنا في اعتدال في سرعات الرياح، فبالتالي هيكون في اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، فالبحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. الاستقرار في الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة ده متوقع يكمل معانا لمطلع الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن عاوزين نخلي بالنا من كثافة الشبورة المائية وما ننخدعش بالدفء فترة النهار ونغير نوعية الملابس، لأن الأجواء فترات الليل أجواء باردة لشديدة البرودة. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 22 والصغرى 10، العاصمة الإدارية 21-10، اسكندرية 20-10، العالمين الجديدة 20-10، مطروح 19-10، دمياط 21-11، بورسعيد 20-10، إسماعيلية 23-8، السويس العظمى فيها 21 والصغرى 9، العريش 20-9، كاترين 15-0، طابة 23-13، حلايب 23-15، شلاتين 26-14، شرم الشيخ 23-13، والغردقة 24-12. الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 9، بني سويف 23-9، الوادي الجديد 25-5، أسيوط 22-6، سوهاج 23-6، قنا 25-7، الأقصر 25-7، وأخيرا أسوان 26 والصغرى 9. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان كانت يعني الظواهر الجوية اللي هنتعرض ليها النهاردة زي ما قالت لنا دكتورة منار غانم. في شبورة مائية بتبتدي من بالليل وبتستمر معنا لحد الصبح بدري، وهتكون كثيفة على أغلب الطرق الساحلية والصحراوية والزراعية المختلفة. كمان في درجة حرارة هتزيد شوية، فما ننخدعش بدرجات الحرارة اللي ممكن تبقى عالية شوية، ونغير في ملابسنا ونوصل إن شاء الله بيوتنا بألف سلامة. من يعني ونتابع مرة تانية مع شاذلي ومنا باقي فقراتنا.
شكرا لكلامك.